سجل ولا ايه؟ تمام ثانك يو. فهيدي التجارب نحن حبينا نسلط الضوء عليها، ما كان ممكن تقطع تجربة الأم السورية من دون ما نسلط الضوء عليها، وخاصة نحن حبينا عبر الصورة، لأنه بتعرفي أنت الصورة هي اللي بتحاكي الضمير، بتحاكي الناس، وحبينا أنه هيدي التجربة أو هيدي الصرخة تكون بمثابة صرخة لصانعي الحرب، لعل تصحي ضمير صانعي الحرب يعني يحاولوا يوقفوا هيدا الدم، يوقفوا هيدا الوجع، يوقفوا هيدا المعاناة اللي عم بتعيشها الأم السورية والأطفال السوريين والشعب السوري ككل. ما جمعنا الشهادات من منطقة واحدة، نحن جمعنا من كل سوريا. عندنا هون في الكتاب وفي المعرض 32 شهادة، بس حقيقة نحن جمعنا أكثر بشوي، وكان كثير صعب في عدة أشكال من الصعوبة. أولاً الصعوبة إنه الأم تحكي عن حزنها، كل الأمهات إنه سكالة إنه يحكوا عن حزنهم، هي واحد. اثنين إنه يحكوا بصراحة، لأنه بعد في خوف، في خوف من كل الجهات اللي متقاتله في سوريا. وثالث شيء كان في صعوبه كبيره على فريقنا اللي اشتغل على الارض، اللي راح من منطقه الى منطقه حتى يصور وحتى يجمع الشهادات. ابني كان طبيب اسنان محضر رساله الماجستير، اعتقل من داخل الجامعه، جامعه دمشق، أدخلوا إلى كلية الطب البشري وضربوه ضرب على رأسه، قلعوا له أظافيره، سقبوا له أدانه، كتبوا عليه مي غليانة حتى فقد الوعي. بعدين إجا الأمن على فرع 215 وأخذوه، بقي 15 يوم، عفوا بقي 5 أيام واستشهد بفرع 215.